السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من دورات ربح المال من الإنترنت، والحلقة الأولى في خطوة بخطوة لإنشاء قناة ناجحة في اليوتيوب. قبل أن نبدأ كيفية إنشاء القناة، نتكلم أولا على موقع اللي هو سوشيال بليد، تجدون الرابط أسفل الديسكريبشن. هو موقع يسمح لك بمعرفة كم تجنيه بعض القنوات. لماذا أضع هذا الموقع أولا؟ لأريكم أن الربح من اليوتيوب يعني ممكن لمبالغ طائلة. بعض الإخوان يقولون بلي لا يمكن الربح من الإنترنت، يعني حد الآن يعني نحن في 2015، يعني قريب إلى 2016، ومازال بعض العرب يقول لا يمكن الربح من الإنترنت. وبمجرد أنك تقول يمكننا الربح من الإنترنت، فيقول كذا وكذا وكذا. نعم، على سبيل المثال سأريكم كم تجنيه هذه القناة. هي قناة عربية، لا يمكن أن نقول فقط أن قنوات الأجنبية التي تربح. لمعرفة كم تربح، ما عليكم إلا الضغط هنا عند الاسم القناة، وهنا يمكنكم أخذ اسم القناة من هنا. في بعض الأحيان تجدونهم أحرف صغيرة وكبيرة، فهذه لا يمكنك معرفة كم تجني، سنتكلم لاحقا عنها. فقط كولي وسيرش، ننتظر بعض الثواني. نعم، نبدأ من فوق. هنا البلد موروكو، اسم التيب تاع القناة وهو فيلم. القناة أنشئت منذ 15 نوفمبر 2010. الفيديو المحطوطين فيها يعني الموضوع عفوا الفيديوهات الموضوعة في القناة هي 56 فيديو فقط. السبسكرايبر 182,000. فيديوهات مشاهدة فيديوهات كذا. هنا توتال بي، يعني A وال بي وال سي، يعني جيد بي. هنا الترتيب، يعني عدد المشتركين في القناة والترتيب بالنسبة يعني بالنسبة لدول العالم. نعم، هنا ترتيب الفيديوهات بالنسبة لدول العالم، وهنا ترتيب بالنسبة إلى سوشيال بلاد. هنا فيو فور أنا، وهنا عدد المشاهدات في 30 يوم الأخيرة، عدد المشاهدات في الآونة الأخيرة، وهنا عدد المشتركين في 30 يوم الأخير. هنا كم يربح، يعني من 863 شهرا. هذه القيمة لا يعني لا ليست حقيقية، يعني القيمة الحقيقية بين هذه وأضيف لها بعض 100 أو 200 فقط، يعني لا يمكن أن يصل إلى نقول 800 900، ممكن يعني 13,800 لا يمكن. وهنا يعني بالنسبة إلى السنة، يعني يمكن جني 10,000 إلى أكثر. هنا مع من مشترك البارتنرشيب مع فول سكرين، وهنا الفيديوهات يعني المشاهدات. هذا يكون آخر فيديو، لاست فيديو، وهذا يعني الإحصائيات، بمعنى نقص عدد المشاهدات بالنسبة إلى الشهر الفائت، وبالنسبة لعدد يعني عدد المشتركين أيضا نقص. لا تنسوا عمل لايك وشير للفيديو من أجل الانتشار أكثر. مع السلامة.